معلش يا محسن دقيقة وهبقى معاك. لا ولا يهمك يا سيدي. مبروك مقدما. الله يبارك فيك. أنا أصلي شاغلني شوية حكاية تصفية متولي الشريف بليته. دام لله. وأنت ما تعرفش حاجة عن الموضوع ده خالص؟ لا ما أعرفش، أنا اتبلغت زي ما بلغك كده. مش ملاحظ إن هي يعني صدفة غريبة شوية إن متولي الشريف يتقتل بعد موت الشريف العطار الله يرحمه؟ صدفة غريبة فعلا. أنا ما أعرفش عن زين العطار إن هو بيحب يلف ويدور، اللي أعرفه عنه إن هو طول عمره راجل دقري. طب ما تيجي دغري يا محسن. أنا أصلي لما كنت في الحزة ما تخيلتش لا بزكريا ولا سليم. الموضوع أصلا يعني شاغلني شوية. هي دي زيارة ولا استجواب؟ يا زين في إيه؟ الله، زيارة يا أخي، صديق بيزور صديقه، فيها حاجة دي؟ الصديق اللي بيزور صديقه يوجه له اتهامات كده؟ يا عم أنا مش جهة اتهام. الله، أنا شايف إن الحكاية دي يعني هتقلب الدنيا، الحكومة مش هتسكت. رأيي الشخصي إن اللي عمل العاملة السودة دي بيسلم نفسه أحسن. الحكومة تعمل ما بدالها بعيد عني، اللي يخصني ما يلزمهاش. ورأيي الشخصي برضو إن الحكومة تركز مع متولي الشريف أحسن. متولي كان راجل أعمال كبير وليه أعداء كتير، بس اللي بيلعب بالنار لازم يتلسع منها. زي ما انتوا اتلسعتوا منها صح؟ ما تخلقش لسه يا محسن اللي قرب النار من العطارين. انت عارفنا كويس. انا عارفكوا كويس قوي، عارفكوا ان انتوا ناس بتحبوا البلد دي. معلوم بنحبها، واللي يحبها يعمل كده برضه في واحد برجالتها؟ متولي عمره ما كان من رجالتها، صدقني. من مصلحة البلد دي إننا نرجع تاني صف واحد زي ما كنا. الله، جري يا زين، تهديد ده ولا إيه؟ شوف يا محسن بيه، لا أجي عليكم ولا تيجوا عليا، كل واحد يلزم حدوده أحسن عشان الكل يرتاح. والله نورتني النهاردة. مرسي. بتعملي ايه؟ كنت ببعت لأنور. أنور ايه دلوقتي؟ هو ده وقته؟ انت مش واخده بالك ان في عزة في البيت؟ ياسمين وايه العلاقه؟ ما انت بتكلمي ايه؟ بقولك ايه؟ زي ما بتدخلش في حياتك انت كمان ما تدخليش في حياتي. انت سمعتي ان صالح وزكريا ما جوش العزة؟ ياسمين خلاص بقى ياسمين ما تزعليش. سمعت ان الايام اللي جايه هتبقى وحشه قوي. بابا يعين علينا حراسه في الرايحه والجايه. والله كده نتحبس احسن لنا. ياسمين انا خايفه. ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش. في ايه يا رايق؟ مصيبه اللي هتحصل. بعدين راعي ان انا مش المفروض اجيلك هنا النهارده بالذات. شريف لسه دمه ما بردش. ايه يا سليم؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ وبعدين مال الحزن ومال المزاج؟ البني ادم لازم يعمل مزاجه كويس عشان يعرف يحزن بضمير. قصر ولخص. جايبني ليه على ملا وشي يا فتحي؟ صالح ابن اخوك. ماله صالح؟ بخير وزي الفل، ما تقلقش خالص. تشرب كاس عشان نعرف ناخد وندي في الكلام. وماله؟
يا عبد الله ما تتعبش قلبي معاك، نقعد الليله ونمشي بكره. مش هقدر استنى، لازم امشي دلوقتي. بطل عناد، الجرح كبير والدكتور قال انه ممكن يرجع ينزف تاني ويجيب سلامته ونجل دم تاني. لا يا سيد الله الغني. زكريا يبقى ابن عمك يا عبد الله مش عدوك، بطل تعاديه يا حنين. والنبي نفسي حد يسجل لك الكلمتين دول عشان لما زكريا بيبقى الكبير بعد موت عمك الشريف يفرح ويعرف انه له ابن عم حنين، وساعتها هتعرف انا بكرهه ليه لما يدوس على رقبتنا كلنا بجزمته ومحدش فينا يقدر يفتح خشمه. ربنا يدي عمك زين طولة العمر يا عبد الله. طولة العمر عمك زين لونه انه بيجاوح، كان زمانه مات من زمان. ما يغركش الهبه الكدابه اللي بيرسمها على العيله دي، دي هبه كدابه. عمك زين المرض مص دمه واللي بجيله حلاوه روح. روح شوف لنا الدكتور، خلينا نمشي من هنا، ما طايقش اقعد قدامه في دمي. انت لسه هتبص لي؟ ما تروح. يا ابو علي، كان قلب حزن مش هيجي لك نوم، في ايه مالك؟ عادي يعني يا عم، افكر بس. طب احكي لي. اول مره اشوف الموت وقرب منه قوي كده. اول مره ممكن، بس اكيد كنت مستنيه يعني. بس مش بالشكل ده يا عزيز. عيال كتير قوي ماتوا، خدوا سلاح وخرجوا يضربوا نار على ناس هما مش عارفين هما مين ولا بيموتوهم ليه. ارحمه. بس احنا كنا بنتدرب على اليوم ده حسن وكنا مستنيين. ايه عندك حق. وانت لازم تكلم زين العطار برضو، لازم تفهم منه ايه اللي حصل ده وايه اللي هيحصل بعد كده. زين العطار؟ ليه؟ انت فاكرني زكريا ولا صالح؟ انا حتى معيش رقم تليفونه. أنا من هنا عزيز وأفضل هنا. ماشي يا عم، مفيش حاجة تانية مضايقاك؟ حاجة تانية زي إيه يعني؟ مفيش حاجة تانية. ست الحزن، الشاطر حسن. لا خالص، عيادنا أنا مشفتهاش أصلا غير مرة واحدة ومن ظهرها. بس أنت عارف أوقات كتير قوي بقعد أتخيل عينيها وهي بتبص لي، ملامحها، ضحكتها. أو بقعد خير واحنا ماسكين. يا عم اسكت بقى، دي كلها احلام. يلا كم. يلا خلي اليوم ده يعدي على خير. ماشي يلا. قلت لي عينيها وايه تاني؟ يلا ايه ده بقى؟ انت كنت عايز اعرف ايه بالظبط؟ على مين على مين على مين على مين على مين يا ابن الوطين على مين كنت جاي تغني؟ روح اسأل قبل انا مين، ما تروحش تبيع الميه لعيلة العطارين. وبعدين انا خلصت كل الاغاني والوقت اتأخر، هنعمل معاك ايه يا اسمكي؟ كلها نص ساعة والشمس هتطلع. وبصراحة أنا زهقت منك، قعدتك ما تلزش، إحساسي بيقول إن أبوك طفش، نفد بجلده وساب جلد ولده. يا أبوي الدنيا بقت صعبة قوي، الأب يضحي بجلد ابنه؟ يا راجل ده لو خروف ما هيفرطوش في جلده، بيعملوه سجادة. معلش هنقوله إيه عاد؟ أبوك نفسه يا مروان بيه ما عاوزكش تعيش. كل أجل كتاب بقى يا مروان بيه. سلام 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 حيو، هتعمل إيه طيب؟ هعمل إيه؟ نطلع مسدس أعمل إيه؟ ده حقيقي على فكرة. إيه هرش مية؟ أبوس رجلك استنى، وبقالوا ظهورك هيكلموك صح؟ طب ما على يدك اهو يا مروان بيه، محدش كلمني. اوعاك تكون شاكك ان انا عامل الموبايل سايلنت. لا يا مروان بيه محدش كلمني، قالوا لي حطه في المخزن واستنى، وفضلت مستني فوق ما انا مستني مستنيين. استناني عاد. وبصراحة يا مروان بيه الدكتور قال لي أفارس اوعاك تقتل على معدة فاضية، وأنا بصراحة بدأت أجوع والجوع كافر.
يرضيك اجوع كافر؟ انطق الشهاده بقول لك. ابص رجلك انطق. شمال الله محمد رسول الله. تعملوا معايا كده؟ مفيش طلبه؟ معلش مروان بيه، الزهق وحش، وانت الصراحه قعدتك ما تلذش، يعني زهقت بسرعه. انت ما بتضحكش ليه؟ صدقت انه هيموت صح؟ جواك مصدق. هو نفسه صدق. على مين على مين على مين على مين؟